خبر تاني يخص ميسي، يعني ميسي رايح فين؟ حضراتكم كنتم متابعين الفترات اللي فاتت والعروض، وخاصة العرض الهلال السعودي، عرض يعني عرض كبير جدا 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 لميسي، ولكن بيقول في خبر بيقول صفقة ميسي في مرحلة الحسم لبرشلونة. دخلت طبعا صفقة عودة الأرجنتيني ليون ميسي لبرشلونة من باريس سان جيرمان مرحلة الحسم خلال الأسبوع الحالي. صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية مسؤولية قالوا أن مسؤولي برشلونة أصبحوا لا يخشون التحدث بجراءة عن صفقة عودة برشلونة، عودة ميسي إلى برشلونة. وزي ما حضراتكم كان في تحفظ شوية في الأسابيع اللي فاتت أو الشهور الأخيرة من برشلونة والتحدث عن صفقة ميسي، لكن في احتفالات طبعا برشلونة أو احتفالات فريق برشلونة بلقب الليجا الأسباني يعني تقريبا من يومين. طبعا هذا المسؤول قال إنه اريد ان يعود ميسي وهذه القصة يجب ان تنتهي. كمان رئيس البارسا خوان لابورتا قال من اسبوع بان برشلونة قادر على منافسة العرض السعودي، يعني عندي تحفظ شوية على الجملة ديت، وقال ان اي عرض او برشلونة قادر على يعني الاتفاق مع ميسي وعودة ميسي مرة أخرى إلى برشلونة، في حين كل الكلام دوت ولكن يبقى ميسي صامتا. نفس الصحيفة أوضحت أن الثقة العالية في برشلونة بشأن عودة ميسي رغم عدم وجود عرض ملموس، لأن البارسا زي ما قلت لحضراتكم بيتلقى إشارات كده إيجابية من محيط طبعا ميسي بشأن أنباء اللعب في كامب نو والعودة خلال الموسم القادم إلى برشلونة. ميسي لأين؟ أنا بقول في يعني في اعتقادي الشخصي لو برشلونة فعلا جدي وقادر على التفاوض مع ميسي هي هتكون الوجهة الأمثل لميسي، رغم العرض الكبير جدا جدا، عرض خرافي اتعرض حوالي 400 مليون يورو في السنة، وناس بتتكلم في 400، ناس بتتكلم في 500، وحضراتكم عارفين يمكن نادي النصر السعودي تعاقد مع كريستيانو رونالدو ب 200 مليون يورو في السنة، وبالتالي عرض كبير جدا. ولكن اعتقادي الشخصي ان ميسي يريد العودة مرة أخرى إلى برشلونة، كل ده هيبان خلال الأسابيع اللي جاية. طيب